نصوص أدبية دليلة الحياة. عدنان الظاهر، الكاتب عدنان الظاهر. ادعوا صاحبكم بما يحب. تتبدل طورا أسحارا وتريني أقصى ما في مرآتي وتريني أقصى ما في مرآتي التشبيه المعكوس. مرت أعوام ومر طريق جعل الزهرة شرط الأشواق. دليني يا شرفة أدوار الأقمار. كم سنة نابت عني فكت باللون الأسود أجفان الحزن. أحصيها مرآة مرآة جازت خط الغربة ميلا في ميل تحمل بشرى جرح مبتل. قالت وقالت قالت الحب دليلي عسرا يسرا. دلت وتوارت في غاب الأرز الوحشي الظل. هل من لقيا اللقيا تاتي عفو الخاطر أو سهوى تأتي عفو الخاطر أو سهوى النصرى في سر المسرى. هيئتها في الهبة كسرى. طلبت كأسا في شعر النجوى والعبرة في مقلة من تهوى. تأبى
في عملي مفتاح الحل أراه بشرا يتأبط ظهر الريح بساطة هياطي في داري طفيني مثلك لا يخشى ضربات الدنيا في قبلي الآن تخطى برضى والعاصي والنيلة والعلة والتعليلة الصفقة بين البائع والشاري أغلى محرى كوني من شئت إذا شرق البرق وأعيا كوني فقرات القامة في السمت الأعلى وأقيمي أعلى من رؤيا قنديلا لولا ضعف الرؤية ما حلق إبليل سجيل قولي شيئا قولي ما شئت وما شاء الربان الريان كأس النشوة غصاق وحنين مضنى الجفوة مقصور جناح الرحمة في الذل لبيك ينادي إن طاقت عيناك أو جازت خط التأويل مري في الرنة والصوت الواطي فجليل الشوق المطلق وعد خلاق حبك زئبق ترياق أفق أفاق باق حبك زئبق ترياقي أفق أفاق باق الساعة لا تحصي أنفاسا الساعة لا تحصي أنفاسا عدا لا تخفي شكوى رف المر تصغي بالحجر الساقط والرائح خمرا والغادي سكرا ولصوت الدقة في الظاهر والمخفي لا تسأل ما يجري في الصدر يشتاق لممشى وهما أو ظنا يمعن في الضم وتصعيد الشمس ساقيها في الحانة معتل العقل يتردد بين العهد ومرتد كؤوس الوتر تتناثر الآن
أشلاء لألا أشلاء تتناثر لألا أشلاء ألا تخشى ضربات الصخرة في القلب يمعن في الطمن وتصعيد الشم ساقيها في الحانة محتل العقل يتردد بين العهد ومرتد كؤوس الموت تتناثر لألا أشلاء أنا تخشى ضربات الصخر لا تخشى ضربات الصخرة في القلب الدنيا بشرة إبليس الجراح والحب صدى والحب صدى